شو يعني مشروع ناشئ؟ هو مشروع بيبدأ من الصفر وبيقدر يوصل لنجاح خلال سنتين، وهو نموذج أعمال قابل للتكرار والتوسع، والنمو سمته الأساسية إضافة إلى تقديم شيء جديد لحل مشكلة قديمة. اليوم التكنولوجيا خلقت فرصة للشباب هاللي بدهم يشتغلوا بالإعلام إنه يستعملوها ويبلشوا شيء على الإنستغرام وعلى الفيسبوك ويجربوا إذا بيمشي أما ما بيمشي. ونحن هيك صارت فينا مع لبنان فاس، بلشنا على الإنستغرام والفيسبوك إنه فينا نكتب أشياء في عالم بدهم يقروها أما يشوفوها، وهيك كبرنا شوي وشوي. أي شركة إعلامية اليوم، أي ويب سايت أو بلاتفورم أو عندها، إذا عملت أحلى إنتاج بالعالم وما شافوه الناس عندها مشكلة. سو أنت بدك تكون عندك كونتنت كتير منيح وعندك ماركتينج وديستريبيوشن منيح. بعتقد التحدي الأكبر للشركات الإعلامية اليوم اللي هي أي نوع من المضمون ممكن يخلي الناس كل الوقت بدها تضلها عم بتمول. أول شيء شو نوع الابتكارات اللي بدها تخلي هذا المدخول يضله عم يجي؟ نجرب اشياء، عم نلاقي طرق انه نجيب شويه مصاري من هون ومن هون ومن هون تا يمشي وتنضلنا هون وتنكبر شوي وشوي. الانترنت خلق كثير من الوسائل ليربط الاشخاص اللي بيخلقوا المضمون والاشخاص اللي بدهم يستهلكوه. واحده من هالوسائل هي المنصات مثل باتريون، الويب سايت يلي بخلي الحدا يدعم بشكل دوري، يعمل تبرعات دوريه لشخص عم يعمل او لمشروع عم يخلق مضمون اعلامي او يمكن فني. الافكار المنيحه بدها خطه تطبيق، ما يعني اذا بتقلي نقي كلمه واحده بقول لك خطه استراتيجي كيف بدكم تنتقلوا، ومش نضلنا مفكرين حالنا انه نحن عم نعمل شيء كتير منيح وضروري ومهم للمجتمع، بس نحنا بدنا نبلش نفكر انه لازم يكون كمان بزنس مستقل مكتفي ماليا ذاتيا ليقدر يصير فعلا مستقل.